رسالة ليك من شخص مبتعد عنك لأصحاب العلاقات الصعبة والمستحيلة. إذا كنت جديد في القناة ما تنساش تشترك وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك إشعار بكل جديد. وإذا كنت بحاجة لقراءة خاصة هتلاقي لينك الباتريون وكل طرق التواصل موجودة في صندوق الوصف باليوتيوب تحت الشاشة. هو ممكن برغم انها علاقات صعبة ومستحيلة المفروض ان انت والشخص ده منفصلين عن بعض، بس جايز تكونوا منفصلين بس في بينكوا اصلا وبين بعض رابطة، يعني ممكن تكونوا متزوجين، ممكن يكون في بينكوا اولاد، في بينكوا شغل، في حاجة بتربط بينك وبين الشخص ده، حاجة مادية، ما بتكلمش عن ناحية روحانية. انت الطاقة بتاعتك ما شاء الله قوية، فيها ايجابية عالية قوي. ربما كأنك حاسس يعني اللي انت بتفكر فيه بتقدر ان انت تحققه او بتقدر ان انت تجسده في حياتك بشكل واضح وبشكل ملحوظ، زي ربما بتطبق قانون الجذب بطريقة او باخرى. الشخص اللي مبتعد عنك ده هو مركز على نجاحه ونشاطاته في الحياة، يمكن خروجات، سفر، بيستمتع وبينبسط بحياته. هو عايز يقولك ايه دلوقتي؟ عايز يقولك انه هيبدأ عالم جديد معاك، او هو بدأ حياة جديدة معاك. وعلى الارجح الشخص ده ممكن يكون زي، عارف انت اللي هو انا هبقى معاك او انا معاك وانا ايدك هتبقى في ايديا، وبيقعد يخلق العالم ده كتير قوي في خياله. يعني عايز يقولك انه هو بيقعد يسرح كتير قوي قوي في تفاصيل عالم بتجمع بينك انت وهو، والعالم ده ربما يعني متصل جدا مثلا بأماكن طبيعية أو بأماكن هو نفسه يروحها أو يزورها أو أنت، أو أماكن زرتوها سوا والأماكن دي فيها طبيعة خلابة قوي وفيها من البساطة، يعني مش الحياة المودرن اللي فيها كل حاجة متاحة ممكنة، لأ، حياة بسيطة جدا. ممكن مثلا يكون فيها بيرعي حتى أغنام أو كده على جبال، ماشي؟ فكأن الشخص ده خلق النمط ده من الحياة معاك انت. هو عايز يقولك كده، وانه نمط الحياة اللي خلقه معاك هو بسيط جدا او ما فيهوش اي حاجة مكلفة، وانه ربما قد يشعر بانه قصتكو بتتجسد في احد القصص التاريخية القديمة. يعني مثلا يكون اتفرج على فيلم او على دراما قديمة بتحكي قصة او تاريخ معين، وكأنه حاسس ان الدراما دي بتحكي القصة بتاعتكو او بتقول قصتك انت والشخص ده. كتير قوي بيحس بتواصل بينك وبينه، ولما بيقعد يتخيل ساعات بيشعر بان انت بتقاوم الطاقة دي، او لما بيقعد يعمل لك تخاطر او كده بيشعر ساعات ان انت بتقاومها، لكن هو بيستمر او بيحاول على قد ما يقدر يستمر في التدريب او في التمرين اللي هو بيعمله او في الصورة اللي هو بيتخيلها. وعايز اقول لك كمان ان هو مؤمن جدا جدا بجزء متعلق بالتواصل الروحي، وان هو ممكن يكون بيبص عليك بطرق انت مش واخد بالك منها او بطرق انت ما تعرفهاش، وممكن يكون حواليك وانت مش حاسس، او بيسأل حد من عيلتكو او حد بينك وبينه، يعني بيعرف يطمن عليك من وقت للتاني، وممكن انت تكون مش واخد بالك او ما تعرفش اصلا ان الشخص ده بيطمن عليك بطريقة او باخرى. احتمالية برضو ان دي تكون علاقة رباعية كانت موجودة هنا. اضيفوا معاكم برج الميزان والجوزاء وطاقة الابراج الهوائية وبرج الحوت. شكرا ليكم واشوفكم على خير بفيديوهات تانية. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد. باي باي.